ما حكم اقتناء لعب للأطفال في المنزل، خاصة إذا كانت على هيئة مجسمات للإنسان والحيوان؟ ما يجوز اقتناء الصور، صور ذوات الأرواح والمجسمة أشد، ما يجوز اقتناء الصور المجسمة ولا المرسومة على الأوراق أو الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، ما يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأمر بطمس، أمر بطمس الصور، قال لا تدع صورة إلا طمستها. ولما رأى عائشة رضي الله عنها سترت سهوة في الجدار بقرام فيه تصاوير امتنع من الدخول صلى الله عليه وسلم.